بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، ذلك هو الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي وأعزتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج يفرحون لفرحنا، وهذه الحلقات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله دائما وأبدا أن نحيي هذه المناسبات العظيمة، مناسبات الأفراح، مع ذكر أهل البيت عليهم السلام أجمعين. أحبتي المشاهدين الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج يفرحون لفرحنا والخاصة عن عيد الأضحى المبارك، نستضيف فيها كل من خادم الحسين أرادود الحسيني القدير علي حامد الكاظمي. حياك الله وحسين، كل عام وانت بألف خير ان شاء الله. كل عام وانت بخير يا رب، صحه وعافيه، حسن عاقبه، ثبات على ولاة امين ان شاء الله. امين يا الله. شكرا لك حبيبي وحسين للحضور. كذلك احبتي المشاهدين الاكارم، في هذه الحلقه سيكون معنا الشاعر الحسيني القدير حيدر الشيباني. حياك الله استاذ حيدر، اهلا وسهلا بك واسعد الله ايامك. وكل عام ونحن جميعا الحاضرين اللي خلف الكواليس اللي خلف الشاشات الناظرين السامعين ان شاء الله تحت لواء مولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حياك الله استاذ حيدر، وحياك الله الحبيب ملا علي حامد الكاظمي حبيبي. خلينا نبدا ويا ابو حسين، وياك ابو حسين. خوش، شنو اجواء العيد في الكاظميه المقدسه؟ الله يحفظكم ان شاء الله استاذ عزيز. اولا مشكورين على حسن الضيافه، الله يديمكم ان شاء الله. هي اجواء مثل ما تفضلت، اي منطقه مقدسه، اي مدينه مقدسه فيها اجواء، واحنا عيدنا بذكر محمد والي محمد، واجمل الاعياد نكون بذكر محمد والي محمد، وان شاء الله احنا بجوار موسى وجواد، ما ننساكم الدعاء. الله يحفظكم ان شاء الله. اكيد الله يديمكم ان شاء الله ويقضي حوائجكم ويسهل اموركم ان شاء الله. انا احب اقرا بوذيه بالبدايه، يعني حتى مدخل، يعني مدخل احسن. جزاك الله خير. يقول قد من روح لاحبابي وسلم، اقد من روح لاحبابي وسلم، وصافح راحت بكفهم وسلم، وصافح راحت بكفهم وسلم، يا رب العرس صليم، يا رب العرس صليم وسلم على المصطفى وآله بكل مسيه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هاي البوذية مشهورة، الأستاذ جابر الكاظمي، الأستاذ أبو علي جابر الكاظمي. حياك يا أبو حسين. الله يديمك إن شاء الله. أبو أيوب العزيز، عيد مبارك عليك وعلى عائلتك، على محبيك، الله يبارك على كل خدمة الحسين. الله يبارك. هسه اليوم أنا إذا أريد أصنف حيدر الشيباني، هو من الديوانية، من النجف، نص منا نص منا، يعني نسأل الله أن أينما كان طبعا للحسين عليه السلام فيكون المكين إن شاء الله باسم فاطمة سلام الله. أولا ثانيا اللي سمعته والعهد على القائل، يقال أنه سنة 1971 انتقلت بلديا إطار يعني إداريا، يعني إداريا حدود بلدية المشخاب وناحية القادسية، قضاء المشخاب وناحية القادسية انضمت إلى النجف. إلى النجف سنة 1971. يعني بيوم ولادتك، سنة ولادتك. لا لا بس أنا شوية كربلاء كبرتني شوية، محسوب هذا كله، ألم كربلاء وحزن كربلاء. فإداريا يقال أنه سنة 71 انتقلت، وكذلك كما قبلها كانت للقادسية، كانت لمحافظة الديوانية، لأن ذاك كانت لواء، هي كانت ألوية بعد. أنت أعرف من عنده هذا الحديث. وكما أسلف المبدع دائما الخادم المخلص علي حامد، كذلك نحن كذلك محافظة قدسية مقدسة، فالأجواء
إن كان في النجف، كان في كربلاء، كان في الكاظمية، في سمرة، نعم. له روح واحدة تختلف عن بقية المحافظات من حيث المواقع الأئمة. يعني كيف يقضي حيدر الشيباني أيام العيد باعتباره كشاعر؟ حال الناس، ربما عنده طقوس خاصة أيام العيد، ينشغل بالكتابة مثلا؟ جائز، هو طبعا بطبيعة الحال هو أنت أكيد مشغول بالكتابة حتى لا يتشابه يومك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتشابه يومك، أنت مشغول بالكتابة. لكن طقوسي بالكتابة تختلف عن بقية الطقوس. مثلا طقوس العيد موقعا أنا جنوب النجف قضاء المشخاب، فأولا عندنا بطبيعة الحال كل المحافظات أولا الصبح زيارة أكيد، وبعد ترجع الناس اللي تجيها ضيوف، خصوصا إحنا المناطق المقدسة بطبيعة الحال أن تجيك ضيوف لا شك، على اعتبار أغلب المحافظات يأتون لزيارة المراقد بطبيعة الحال، يعني شيء متواتر عليه، ويمرون بيكم خدام الحصان أكيد يمرون ونتشرف بهالجية هاي. ثاني يوم كذلك تبدي، ثالث يوم بين السير على جارك، على محبيك، هذا الجو المتعارف يعني. جميل جدا. أبو حسين بداها بأبوذية، ما أعرف ليش هيك والله، أنا يعني هذا أبوذية. من كرمه ولا أنا ما أكون أكرم؟ لا بالعكس، هو من بخلة بداها بأبوذية، نبي القصيدة وبداها بأبوذية، إنه موسى والجواد. الله يحفظكم إن شاء الله. موسى والجواد، خلينا نشوف أبو أيوب بمن يبدي. نبدي بقصيدة، بقصيدة أي والله، نبدي بقصيدة بهذه، بس مو ذنيتي قصايدك، شنو القصايد؟ مو ذنيتي اللي بتشن عيد احنا اهو من عين يسلم عليك. ونحن في ديار وفي ديوان مولاي العظيم الحسين سلام الله والعظم لله، فأقول له مولاي يا أبا عبد الله، قالوا عنك وكذلك أقول عنك، يقول عنك سيدي يا أبا عبد الله المستشرق الألماني ماربن الحسين، ذلك الجندي الباسل الذي عبد طريق الحرية، ويقول الكاتب العراقي علي الرماحي الحسين إغراء لدين محمد، أما داعيك وخادمك مولاي يقول بسر دفتهم شو مسوي لله، اكو براسي حكي عابر قياسه زين، انا بستك وحطيتك حرز بيه الرمح باسك وحطك فوق راسه. الله 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 مولاي بسر دفتهم شو مسوي لله، شو مسوي لله، اكو براسي حكي عابر قياسه، انا بستك وحطيتك حرز بيه الرمح باسك وحطك فوق راسه، ان حسبت على الورد حتى التزم بيك ودور وين ما لاقت لياسة، يلي مدل الخضار على البساتين أدري منين لك هاي السياسة، كلك ساكت وكلهم حكوا حيل وكلهم خافوا وكلك شراسة، كلك ساكت وكلهم كلك ساكت وكلهم حكوا حيل وكلهم خافوا وكلك شراسة، ورا الطف عمر يلا افتهمت ليش انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، مولاي ابو علي ضريحك مثلك شقد عنده بيبان يطي منين ما طبت لناسه، منجيك وما ندلك ما تعبيك اركض ورا كل من بيده طاسه، الله جميل. اما من كتر باب البطولات من اللي يصبر دقيقة بساعة البين، يا سبعين بالطف انتم هواي ديرة وجهك العباس ألفين، من طاح ابو فاضل انا وياك البقى براس الشهم والخوش والزين، البقى براس الشعر من طحت مولاي وقرينا الفاتحة بنص الدواوين، مولاي اكو بالطف دعاء ما ادري شي يقول يصير أقراك ما بين الركعتين، الله الله اختصارا للتحرمص والتواسيل يصير نقول إلهي بروح الحسين، أكو بطف دعاء ما أدري شي يقول
يصير اقراك ما بين الركعتين اختصارا للتحرمص والتواسيل، يصير نقول الهي بروح الحسين. الله 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 يسلمك ويحفظك. الله ايامكم بالحسين وعلى الحسين. الله يسلمك ويحفظك. الله يسلمك حبيبي استاذ حيدر الشيباني، مبدع. الله يرضى عنك، الله يبارك فيك اخوي. تعلم من كرم حيدر الشيباني. عفوا يلا عفوا مو انا اريد احفزه. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. انا سبحان الله اكفد قصيده بعد ذكرنا اذكر ابو فاضل سلام الله عليه. سلام الله ان شاء الله نقراها بنيه قضاء حوائجنا وحوائج السامعين والمشاهدين ان شاء الله بجاه محمد وعلى محمد. يقول يا الله اقصد العباس في نيتك، اقصد العباس صافي نيتك قبل لا تحكي لي يقضي حاجتك. قبل لا تحكي لي يقضي حاجتك ويا يلا. اقصد العباس صافي نيتك، اقصد العباس صافي نيتك قبل لا تحكي لي يقضي حاجتك. قبل لا تحكي لي يقضي حاجتك. اقصد العباس لو امرك عسر قبل دق الباب يلفيك اليسر. اقصد العباس لو امرك عسر قبل دق الباب يلفيك اليسر. هموم عندك جبل بس عنده شنو عشر. هموم عندك جبل بس عنده عشر. شمه وحده بابه تشفع عيلتك. شمه وحده بابه تشفع. اقصد العباس اقصد العباس صفي نيتك. جاوبني اقصد العباس صفي قبل لا قبل ما تحكي لي يقضي حاجتك. يقول جفوفه مقطوعه وسخيه للانام يمدها قبل الناس يبدي بالسلام. لو نمت يما عيونه ما تنام يجيب جفوفه ينشف دمعتك. يقول حتى يقول عني بخيل انت باب الله الوسيع من السماء نزلتي وحطت بوادي كربلاء. من الشريعة المرقدك رحمة وعطاء نظرة الباري رضا من نظرتك. أخير بيت لك مضمون الحوائج لا تحير. يا الله مغض حوائجنا حوائجكم. أمين. لك مضمون الحوائج لا تحير لا تهم مهما يكن همك كبير. باب أبو فاضل جبل يصبح صغير. باب أبو فاضل جبل يصبح صغير. يعلم الله يدري حتى بغايتك. الشاعر حاتم ما شاء الله تعظم. بارك الله بيك وبارك الله بالشاعر. وأحسنت يا حبيبي يا أبو حسين على هذه المشاركة الطيبة في خدمة سيد الشهداء دائما وأبدا إن شاء الله. حياك أبو أيوب. حيا والدوم. شنو طقوسك لكتابة القصيدة الحسينية؟ طقوس معينة؟ لو لا هي شلون ما تجي القصيدة تجي؟ أيهما كما متواجدين تحت عنوان يفرحون لفرحنا أم يحزنون؟ ليش وانت عندك يفرحون لفرحنا؟ يعني انت تعرف يعني انه انا مقل. ايه لكن احنا من جينا بالطريق انا وملا علي كنا نتحدث عن شخص وهو الاخ الاكبر في الجلسه هاي اللي هو استاذ فراس. الله يرضى عنك. قلنا ما نقدر نقول له لا. الله يحفظك. ليش؟ لانه هو يعرف ليش ويعرف شلون ويعرف يدعي ويعرف شو يسوي، فما نقدر نقول له لا. اولا
كرامة لقربه من الإمام الحسين، وثانيا لخوته وعطاءه وسخاءه بالخوة. هذا حسن ما نقدر نقله. ولذلك أنت أعرف الناس بي أنه أنا مقل من، وهذا طبعا ذنب علي أنه مقل بقول أهل البيت، لكن العذر لله. لا هو مو قصور إن شاء الله ولا ذنب، ولكن تلقى بعض الشعراء بعض الغواديد أيضا هو توجهه في جانب معين، يحب يقرأ القصائد المصائبية أكثر، يحب يكتب قصائد مصائبية أكثر، يجد روحه بها نفسه بها. أستاذ حيدر أنت أستاذ يعني، لا العفو أنا البعض يشوف مو معناته أنه ما يحب القصائد المولودية، لأنه الإمام الصادق عليه السلام يقول يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزنا. لا حاشا لله، لكن احتياجات اللي تجي عليك هي تلقاها يحزنون. ايه بالضبط، فمن هذا الباب. لكن خو انت ما تظل يعني ما تظل مصر على انه فقط يحزنون. لا لا لازم تكتب قبل يعني. قبل فتره حدثت، ولا هو الكتابه لاهل البيت يكون حدث. نعم. حدثت قصيده لاحد خدمه الحسين. يعني انا استطعت اقرا؟ طبعا. يعني خادم ممنون. فأحد خدمة أهل البيت ينقلوا لي أنه توفى. زين. وصل أنه يكشفون عن خده الأيمن حتى يلون تراب. لهاي اللحظة يكشفون عن خده الأيمن، خلوه على الحجرة الطابوقة ويطلعون عنه وكملوا تلقينه على حسب الأصول، يرجعون التراب عنه. بهاي اللحظة رجع للحياة. الله. التمت الناس شلون مالون، قال لهم بس اخذون للبيت، يعني بعد شايفه بهذا الجو وهاي الطقوس اللي شايف، يعني اللي يموت شنو الطقوس اللي كل هالمراسيم اللي يدوها مراسيم بالكامل، يعني ما بقى بس مجرد تيل التراب، خذوه للبيت. قال لهم رب العالمين رجعني للحياة كرامة للإمام الحسين صلوات الله سلام الله على الحسين. اي ف كرامات اهل البيت عليهم السلام كثيره لا تعد ولا تحصى. انا دائما اقول فولي. اي سال حيدر عفوا العفو حتى العفو حتى العفو. اللي بداخلك شويه. اي لا الحمد لله. انا دائما اقول اذا واحد يتحدث بكرامات اهل البيت عليهم السلام يظلمهم. أي ليش يظلمهم؟ اي لان لو تتحدث بهم لازم تتحدث بهم كلهم، ما تقدر تتحدث بهم كلهم، ولا تتحدث شويه من عندهم ظلمتهم. اي فافضالهم كراماتهم هوايه، بعد عظمه من بعد عظمه، بعد هم ايش ما تقول، هم يعني بعدنا بالطقوس. اي طقوس كتابتك للقصيده. جاي يسولفوا لي الحدث انه بدا يقلهم رب العالمين رجعنا للحياه كرامه للامام الحسين. أنا باللحظة شلون وكأنه واحد طقك، خليته وقمت. قمت أعيش لحظاته، تعرف اللي أنت أخو أعرف بي بالقصيدة من عندي. لا عفوا أستاذ حيدر. أنه لازم تتقمص فد شخصية من الحدث. يا أما واحد من الجنازين، يا أما اللي يغسل، يا أما اللي يزور. حتى تقدر تكتب. حتى تعرف تعيش لحظة. نعم. تقمصت شخصيته. شخصية المتوفي والراجع. زين. وكأنه بي أن يقول ينقل إن اللي شافه بالعالم الآخر. ونسأل الله أنه هو هذا، وهو هذا إن شاء الله الموجود. كأنه يقول مثل ما مروا الميتين يتحدث للجالسين من أهله وأصحابه وأقربائه ومحبيه، يقول مثل ما مروا الميتين مريت. زين. طبيعي متت، بس متت شوق ويا الحزانة. زين. مثل ما مروا الميتين مريت متت، بس متت شوق ويا الحزانة. كونه أسلفت قالا أنه هو خادم الحسين، يعني أبو موكب. مثل ما مروا الميتين مريت متت، بس متت شوق ويا الحزانة. قبر وحساب وكتاب وقديمات ومطلعين كل بالخزانة. زين. لا عندك ترد الدين وتروح، ولا عندك على اليمك ميانة. زين. المهم قالوا لي شو اسمك؟ قلت ما أقول،
اكو زينب تقلكم يا هو انا الله. اكو زينب تقلكم ما يمر لي المعرف شاربه وقاموا بجانه بمحرم احس ابو سفيان بالباب ودور حبشة لمن العزانة. اكو عندي قميص اسود للحسين على طول السنة مبلل الاردان. الله الله جل. ونبض قلبي. شوف الحدث. نبض قلبي. وشفت. وتساقط الليل. انداريت وشفت كل شي بمكانه. زين. الله. هذا ما يهواي. وفياي. ونحر حسين ما بيشي هنانة. هنا كل الضلوع بخير. ما خاف. ومحسن صار مسؤول الحضانة وكل احنا انجمعنا بحضن الحسين والاكبر جاب عبد الله وجانا وبحنة القاسم شفنا عباس عنده جفوف ويصفق وياه. الله 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 الله. ووقف كل شيء. وقف كل شيء. القمر والريح والماي ونسد السجل والناس تلتم الشمس ما هي بس الأبرة تنشاف وتحولت ذيك الضحكة معتم وما أدري صار التموا أبو فاضل والحسين والقاسم والأكبر واللبن عم إجوا لا راس لا شف بس يقولون ما شفناك بس جيناك عدم ورد تركض وياهم بس الحسين لزمني وقال رد سوي لي معتم. الله هنانا رجوع زمني وقال رد سوي لي مات. هذا اني بعض الاشياء بعض اجواء القصائد انه تلزم راسه وتخرج عن اي بعض الاحيان بعض القصائد تولد من حدث من حدث من سالفة بعض القصائد موضوع مشهد معين احسن وبعض الاحيان لازم حدث اي نعم لازم دهشة. بس بعض الأحيان أستاذ حيدر هو الشاعر ينوي أن يكتب قصيدة مو بالضرورة أن يكون حدث طبيعة الحال مو بالضرورة حدث ولا مشاهدة معينة. اليوم ناوي حيدر شيباني اليوم أريد أكتب قصيدة لفلان إمام لفلان موجودة. موضوع موجودة. هاي أيضا هماتين موجودة طبعا موجودة بس موجودة. برأيك يا هي اللي تكون أجمل طبعا وأحلى المؤثرة تعيشها تصدمك ايه. اللي من خلال الحدث من خلال الحدث أحسنت أنا عذرا أطلت بالحديث بالعكس حبيبي حياك الله أبو حسين حبيبي من جديد. اسمح لنا نأخذ فاصل ونعود لك إن شاء الله لتكملة الحوار معكم في هذه الحلقة. أحبتي المشاهدين الأكارم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية فاصل ونعود إليكم ويفرحون لفرحنا ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي وسادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ومتابعي هذه الحلقة من برنامج يفرحون لفرحنا الخاصة عن عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات دائما وأبدا وخدمة سيد الشهداء. باسمكم أرحب بضيفي العزيزين من جديد خادم الحسين الشاعر الأستاذ حيدر الشيباني حياك الله أستاذ حيدر وخادم الحسين الرادود الحسيني علي حامد الكاظمي حياك الله أستاذ عزيز الله علي حامد الكاظمي بعدك لو علي حامد الكربلائي صغيت لو اثنين هن إن شاء الله أي مكان بيذكر الحسين نشرف باللقب إحنا ها أكيد إن شاء الله حياك أبو حسين. قبل الفاصل كان الانتقال ويا حضرتك وأخذنا فاصل أبو حسين إحنا متحدثين سابقا أنه سبب غياب القصائد بعض القصائد عن المناسبات معينة ومن ضمنها مناسبات العيد مثلا حتى بعض القصائد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تكون قليلة قياسا بالحدث الأكبر اللي هو قضية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وما يدور حولها وهذا السبب ما أعتقد هو سبب واحد أعتقد أستاذ حيدر أيضا شاركنا بهذا الموضوع عدة أسباب تجعل من القصائد التي تكتب عن مناسبات معينة هي قليلة بعض هذه الأسباب خاصة بالشاعر بعض هذه الأسباب خاصة بالرادود أيضا بعض هذه الأسباب ربما خاصة بصاحب
المناسبه اللي ايضا هو ما يقيم مناسبه فغادود يقول لك انا وين اقراها مثلا قصيده، او الشاعر يقول لك انا كتبتها وين اوديها وين اقراها، لا فبعض الاسباب. ربما هناك اسباب اخرى ملا علي استاذ عزيز لغياب هذه القصائد او قلتها. احنا مثل ما تفضلت يمكن اكو كان حلقات سابقه سولفنا الموضوع، بعض المناسبات مثلا تمر مرور الكرام، احنا سولفنا مثلا مثلا استشهاد الامام الباقر، نعم الامام الصادق، هو اكو فرعان مشترك. يعني احنا ما نخلي العبء ونتهم مثلا نقول ابو الموكب او الشاعر او رادو، احنا اكو احنا فريق. لا هي عقد وشعر احنا شعر احسن، لا هو رادو الشقر ذا الشاعر ما يكتب غير رادو يكلفه زين هذا كله مكتب الشاعر، لا هاي مصر عندنا لا بالعكس، النقطه الاساسيه هو الشاعر، الشاعر يكتب النص فالرادود حيتهيئ بعد تجي ابو الموكب يحيي المناسبه يقيمها وما يقيمها. فهو اكو عامل مشترك، يعني اكو بعض المناسبات يعني تمر مرور الكرام مثلا، يعني قلت لك الاستشهاد الامام الباقر، الامام الصادق، هو يعني مناسبات هي هذا الشيء، هذا ما تمر مرور الكرام العفو ملا علي مو ذاك بها، لكن مو زخم يعني مثل باقي المناسبات يعني ما عليها نعم احسنت، او اكو ماكو مثلا اكو يعني مثلا يعني ليله وليلتين مثل ما تفضلت. فهذا اكو قلت لك عامل مشترك يكون يعني نكون قدر مسؤوليه يعني الرادود والشاعر وابو الموكب والقناه الفضائيه اللي تغطي هالشيء. مثلا يعني اكو مناسبات مثلا مثلا يقول لي يا ابو فلان اليوم استشهاد ما ادري فعلا، فمن يتحمل المسؤوليه؟ اسمعت يقول لك انا رادود والله ما لي علاقه، انا الشاعر مكاتب، والله انا الشاعر كتبت بس رادود ما اقراه، والله ابو الموكب مقام، فهو هي ما تطلع خارج الدائره. طبعا هي دائره نكون يعني احنا ان شاء الله ببركه محمد وانا محمد ان شاء الله وجهودكم وان شاء الله القنوات الاسلاميه نكون باقي بالمستقبل شوي اكو مناسبات تكون يعني نسلط الضوء عليه مثلا ان شاء الله ببركه صاحب الزمان ان شاء الله. طيب ابو حسين، لغادود طقوس تختلف عن طقوس الشاعر في تحضير القصيده، في اختيار القصيده، في تلحين القصيده مثلا، هم اكو طقوس خاصه عندكم كرواديد لتحضير وتلحين طبعاً واختيار طبعاً القصيده طبعاً لو هي كيف ما تكون؟ لا يعني لا طبعا لا شلون، خاصه احنا هالايام احنا ايام بعد ان شاء الله بعد ايام شهر محرم، يعني هو عاده رادود والغديغه وين وديتها؟ عبرتها؟ لا احنا لا عفوا سهل طقوس طقوس محرم تقصد الله يديمك. القضيه انه الرادود يعيش مثل ما تفضل استاذ حيدر، كل قصيده يعيش، احنا دائما التحضير يكون بشهر رمضان يعني هذا شهر رمضان يصير مثلا بطبيعه الحال يعني حتى ما اعرف بعد جو الشعرات لا لا صح مثلا صح كل الشعراء الغاديين تحضيرهم يكون في شهر رمضان يعني يكون ها مو يشوف حسب الدعوه، شوف اكو رادود مثلا يقرا مكان معين يعرف جوه، انا اقول الصعوبه من يجي دعوه مكان جديد وما يعرف شنو جو هذا غاد هذا يعني المكان. نعم استاذ مثلا يعني الرادود مثلا يقرا مثلا بالكاظميه يختلف عن خارج الكاظميه، من يقرا بكربلاء يختلف عن النجف، من يقرا مثلا بدوله خليجيه يختلف عن غير دوله مثلا. نعم تبعت استاذ مسافر ان شاء الله تعرف الاجواء، بس مو لازم الرادود هو يبقى على نهجه على ارثه على ثقافته الحسينيه اللي تعلمها، لا لو لازم لا يشايغ المكان اللي رايح لا هو الاساس هو اساس موجود مثلا رادود لونه لون فلان معين فلان نص فلان قضيه. لا انا سنه من السنين قريت يطعم قصدك؟ لا شوف سنه من السنين جت دعوه بلبنان الله يحفظهم ان شاء الله. جو مثلا احنا جونا العراق يحب مستهل طويل مثلا عادات كذا. نعم صح. قريت في مكان اول ليله شفت ماكو تفاعل. كان وياي اخوي زيد الكاظم الله يعطيه الصحه، قلت له زيد ماكو تفاعل. لان المستهل طويل. انا من نوع اسال يا ابي شنو وضعيه؟ شنو رادوا قبلكم؟ هو اكو يخجلون ما يقدر يفرض عليه يقول لك. قلت له لا زيد ذولا مو مال المستطول يعني كن شوي نسوي كاتر نقطع شوي صح غير من الايقاع. قلت لك لا اقول لك تقول البرنامج كله تغير. انت هاي صعب انت تغير في شهر محرم مثلا والناس دواقه ما شاء الله تغير الحانك تغير قصائدك تغير الايقاع يختلف الجو لان جو شباب مثلا انت مثلا تقرا مكان يحب قعده. نعم اكو ناس شباب قلت له انا ما اقعد اريد فد لطم مثلا انا كنت نزله ثقيله اقول لك نزله احنا نسه حماسيه. نعم فكل الاجواء يعني رادود من المحضر فد برنامج معين ويجي الى غير يتغير الرتم. نعم صعبه هاي صح. وكل قصيده نعيشها مثلا كلام سليم يعني كلام سليم كل قصيده نعيش اجواها يعني مثلا العليله تختلف جوها مثلا ابو فاضل حتى اساتذه ان شاء الله ليله العاشر تختلف عن الهلاليه تختلف الولايه تختلف يعني هسه رجعنا شويه العيد رجعنا وقالنا قصيده فرح الله يديمك ان شاء الله. يقول عيدك مبارك وايامك سعيده
يالتوالي طه وتوالي الصمدة. يقول حق الشباب انا صار جميل ترى. يا الله. ورادود اصلا. ورادود هذول اثنين غواديد. لازم نغير اقرا شعر. هذول اثنين غواديد وساووا شعراء. هو محمد الفاطمي. ما شاء الله. اجمل اتهام بالدنيا. الله يعطيك الصحة. في عيدك مبارك وايامك سعيدة. يالتوالي طه وتوالي الصمدة. يالتوالي المصطفى والي الرسول اليوم كلنا بعيدك مبارك نقول اليوم لله نسأل بجاهل بتول يديم هذا العيد والفرحة تطول نسأل الله بجاه أصحاب العقيدة يحفظ لنا مرجعيتنا الرشيدة عيدك مبارك عسى يوم السعيد والفرح هاليوم يعزف بنشيد نسأل المعبود بالفرحة يزيد وعلى العراق يديم هالعيد السعيد كل عراق إن شاء الله ينول اللي يريده وترجع أيامه وترد حلوة مثل وجوهكم الطيبة وجديدة سعيدة وترجع أيامه وترد حلوة وسعيدة للشاعر أبو يقين الصالحين أحسنت أبو غيكت وأحسن الشاعر بارك الله فيك حبيبي أبو حسين أبو يقين طيب أي والله فعلا إن شاء الله كل عام هو بألف خير وذكرنا محمد الفاطمي حج محمد الفاطمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعافيك كل عام وأنت طيب حياك عليك وعلى هند الطيبين ندري اللي يجيب حلويات غير قهوة بعد غير منتظرين بعد احنا منتظرينك الله يسلمك كثر الله خيرك أسأل الله يديمها هو حجي نعم الله والمو حجي ان شاء الله يصير حجي الله يرضى عنك نعم الله عليك امين وبعد بس الحج ان شاء الله يعني يا ريت لو ترتب لنا بعد الله يا الله يا الله ثبت خلي ثبت اسمع ابويا مواني على استاذ حيدر ما حد قال عن انت تريد نعم هو شغلي قال بالله خلاص مبين انت تريد لا والله يا الرئيس ان شاء الله يا معود احنا على البث اليوم ما يبات اليوم البيت الله يحفظك هي ها دايم ممنون بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله خير الله يحلي ايامك ان شاء الله جزاك الله خير جميعا ان شاء الله مبارك وانت بألف خير حياك اخوي ابو كرار تحيا ودوم استاذ فراس ويحفظك ما ادري ليش الوقت يمشي وياكم سريع الله يديمك انت طيب واحنا نريد نسمع قصايد نريد نسمع شعير وقالت لي العصفوره كاتب قصائد جديده فد واحده من ذن الجديدات ان البرنامج بالتالي ما يفيدنا بالبرنامج يعني ملات محرم اي والله يعني شايف الجو مو بكره بلا هايب هي هاي المشكله يعني جزاك الله خير بديت ما اعرف بس انا هاي صارت يعني هذا جوي هذا رتمي وهذا هذا مو مجرد كتابه الشعر ولا مجرد انه انا بموكب لو بمجلس لا لا هو حتى من خلال حياتك العامه انا هاي الحياه العامه بقيت انه لازم انام على بكاء هو مو لازم من يمي الله يحرمك ان شاء الله بس هو رزقه بعد لازم انام وانا ابكي البكاء على الحسين فرح ان شاء طبعا الله. فرح طبعا اكيد فرح فرح في الدنيا والاخر شاركنا الموضوع استاذ حيدر بخصوص قصور هسه من الشاعر من رادود من ابو الموكي وهناك يعني اجحاف بحق بعض المناسبات من خلال القصائد الشعرية قليلة دائما وبعض المناسبات بصراحة تكون قصائد معدومة أحسن هسه حتى العيد هسه العيد مناسبة دينية ترى طبعا وين الضير ذا الشاعر ما يكتب مناسبة مثلا قصيدة عن العيد عن العيد هي مناسبة دينية زين جميل. وبعدين أكو شيء ثاني أستاذ حيدر ما أعرف العفو بس هذا الموضوع وياك ما يهم نسولف لا لا بالعكس لا أخواني أبدا هذا الموضوع الكتابة عن أفراح أهل البيت عليهم السلام الطحورية للشاعر أكثر حسب وجهة نظري مساحة ليش؟ أوسع مساحة أوسع أي. مفردات ممكن يقدر يستعملها يستخدمها في قصيدة الأفراح ما يقدر يستعملها لا خو أساساً خو أساساً يعني معظم كتابات الفرح ما تتكئ على رواية أحسن
بالإضافة إلى هذا تقدر مواضيع هواية تطرق لها في قصيدة الأفراح، حتى ربما تكون قصيدة اجتماعية. بس بالتالي القصور بينا، بي أني الشاعر وبي أني الرادود وبي أني أبو الموكب ملا علي سولفة، وأنا واحد من الناس اللي شفت كل هواي أكثر من سولف بيها أستاذ فراس من خلال البرامج اللي بالاستوديو واللي خارج الاستوديو، وأنا متأكد مسولف بيها حتى بحضور مهرجانات اللي بداخل العراق واللي بخارج العراق. الله يحفظك. هو أنا ليش أسولف يعني هذا قصور بصراحة ليش أسولف بيها؟ تالي قصور. أنا استند على قول الإمام الصادق عليه السلام. الله عليك مولاي. الإمام الصادق عليه السلام إحنا نعلم أنه قول الإمام حجة وفعله حجة. طبعا. يعني ما يقول شيء اعتباطا. شو يلا هو قاله هيك، لا ما ما لا ماكو قاله هيك. لا ينطق. فلما نقدم الفرح على الحزن مو اعتباطا. طبعا. لماذا لم يقل يحزنون لحزننا ويفرحون؟ لا. ليش قدم الفرح؟ هاي أبدا يعني عندي ما قالها الإمام اعتباطا. لا. ولا اجت هو شرعا وقانونا قدم الفرح لانه لانه هو أحسن. قانون يعني. فلذلك انا اتحدث بهذا الموضوع اقول الامام قدم الفرح على الحزن، ليش احنا قصائدنا ماكو بهذا الجانب اكو بهذا الجانب؟ بالتالي انه رب العالمين يعذرنا على قد تقصيرنا، يعني رغم ما احنا مقصرين لكن هو رحيم، بس بس نوقف قدام رب العالمين ونقول له ما مقصرين، لا حاش احنا مقصرين، مقصرين بأبسط الأشياء ويهل البيت ويهل البيت عليهم السلام. طبعا مقصرين منتين من عدها، أما هم أصحاب كرم وأصحاب كرم. سئمت الجمل أن تتحدث بما أكرموا. الثنائي اللي عملته ويا محمد الفاطمي في إحدى المهرجانات أو أحد المهرجانات ايه؟ كان متفق عليه والله، لو كنت كان أكثر شخص خايف بالعالم ايه؟ ما أعرف هو قرأ ونزل وأنا قدموني وصعدت، بديت أبدي بالحديث. إحنا كنا هاي بغداد أعتقد في منطقة العبيدي أعتقد هو هذا المهرجان اللي نتحدث عنه، يعني كنا راجعين من البصرة وواصلين في الطريق وشايف يعني ما طلعنا، كملنا قبل بيوم بالليل ورجعنا، ظلينا بيتنا وطلعنا، فوصلنا يعني وي أذان المغرب تقريبا، شايفه طريق وبصرة بغداد وتعب وشيء. قدموني وبديت بالديباجة أقرأ، وأول ما قلت الديباجة تقول ثم قال لي يزيد احترف، وإذا فجأ محمد الفاطمي إلهي بحق فاطمة أن يرجع بسلامة وتتقبل منه كل خطواته في الحج وكل الحجاج إن شاء الله. أي والله آمين يا الله. وإذا يقوم من نص الجمهور شو اسمك شنو شغلك؟ قلت يا علي شنو السالفة؟ النوب بعد ما قمت أفكر المشكلة القصيدة يعني ما كان اتفاق قسما بالله، اللي يشوف اللي يشوف المشهد كانما اتفاق لانه هو حافظ جام القصيده. نعم القصيده وكانه حافظينها سوى، بس نعم. هو شوف دائما انا اعرف بيه هاي، وهو قال لي بيها تقريبا مرتين او ثلاث مرات، قال حيدر اذا تريد تكون سريع الحفظ تردد على قراءه القران، دائما اقرا قران. فمحمد ممل بقراءة القرآن، بأي لحظة فراغ تلقيه يفتح القرآن ويقرأ. جميل جدا. وهاي من مسلمات الخادم المفروض يعني. وأني واحد من 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 أخوة محمد الفاطمي أستاذ فراس وخدام الحسين اللي هم يمارسون هذه الطقوس الخاصة. وإذا تشوف محمد الفاطمي بأي دقيقة بالطريق بالبيت عد المعازيم. جميل جدا الله يوفقه. ما يشغل نفسه. من المسلمات عند خادم الحسين المفروض تكون مسلمات الثقلين احسنت كتابه، فدائما يقول لي اقرا قران اقرا قران. ولذلك انا واحد من الناس كانت جدا صعوبه علي تحفظ القصيده، تكتب القصيده ب 12 13 15 يوم تنحفظ ب 20 يوم. فمن خلال محمد الفاطمي الله يكتب له السلامه ويرجع بالسلامه عرفت فتح لي باب للحفظ، وإذا تشوفه نرجع هذا باب للحفظ لكل الشعراء. إي والله لكل خدمة الحسين يعني هاي نتعلمها من المنبر إحنا
وتعلمتها من المنبر من خلال محمد الفاطم. جزاه الله خير. فجزاه الله ألف خير. فطلع من بين الجمهور وإذا يسولف بقصيدته، مو قصيدتي، قصيدته. إيه. عاش الجو، هو كأنما قصيدته من كان يبقى. هي قصيدته طلعت يعني أنا أنهم انطلعت من روحه قصيدته مو قصيدتي. غابت الأجواء المادية بالكامل، وإذا إحنا نشنا من المهرجان رحنا فد مكان ما نعرفه وين. كملت القراءة ونزلنا وأنا أتنوع على محمد، محمد يتنوع علي. شنو متفقين بويا؟ شنو السالفة؟ شنو الموضوع؟ اي بس انا بقى عندي وقت كلش قليل، 3 دقائق صار حيدر اسمع قصيده. نيابس ونشتاق ونضيع ونجيك زين، ونلقى يمشي باكك ولا يوم مطر. نيابس ونشتاق ونضيع ونجيك ونلقى يمشي باكك ولا يوم مطر. تطي من كل الهلال في مال لا، وحتى للما جايك مودي خبر. جميل. لسه تطي جناح للما بيطير، واحنا لسه نبكي ونقول انطبر. سوره تشبه لهم لو ما عليك، شال هسه على الصنم نلزم خفر. انا والميت نطب لك ضايعين، ونطلع اثنيناتنا بوجهه نظر. السدد ديون اللي يموت من الضريح، وانا كل ساداز لحزام وظهر. عندي ابوي وامي وانت تحط ديك، مو يتيم وتارك ببالي اثر. افصل بطاريك الدين الثقيل وللأجارة تسمك براش السهر. افصل بطاريك الدين الثقيل وللأجارة تسمك براس الشهر. علمتني مولاي، علمتني اللي يستحي يحب الله حيل، وانا كلش مستحي من الكفر. زين. وانت كل هذا مولاي كل هذا، وقلت لله كريم الله كريم بالنهار وسجلت باسمي قمر. الله سلامتك. الله الله يسلمك ويحفظك ويخليك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك يا حبيبي يا استاذ حيدر. يلا الختام وياك ابو فاضل. يقول بعد صيار ابو فاضل بين الشهر والشهرين. زين. بعد صيار ابو فاضل بين الشهر والشهرين قل ام البنين المرتضى من القمر شتشوفين. قالت لبتوالي الليل من يقعد يناديني يا ابو الحسنين توديني يا مزين بكون توديني يا مزين بكون توديني يا مزين بكون. رادود الحسيني القدير علي حامد الكاظمي، شكرا جزيلا لك ولحضورك وتنبيتك الدعوة، وإن شاء الله عيدك مبارك ودائما وأبدا في خدمة سيد الشهداء. إنا ولكم إن شاء الله يا أخي أستاذ العزيز الله يديمك إن شاء الله. الشاعر الحسيني القدير أخوه الأخ العزيز صغير. الله يرضى عنك حيدر الشيباني دائما مع زينب وآل زينب صلوات الله وسلامه عليهم. شكرا جزيلا لحضورك حبيبي يا أبو أيوب. لكم أحبتي وأعزتي المشاهدين الأكارم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية كل الشكر والتقدير والثناء للإصغاء والمتابعة. الملتقى يتجدد وإياكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.